وأنا تعلقت، جدتي تعلقت بي كثير، فأخذتني عندها دائما، يعني تأخذني تجيبني. فتقريبا 12 سنة من عمري الأولى كانت في بيت جدي. فجدي من ناحية العاطفية، من ناحية الإنسانية، من ناحية الدينية، كان له دور مرة كبير في حياتي. سماني الاسم عزيزة، مع أنه في حفيدة قبل كانت قبلي، فسماني عزيزة، يقول لي أنت ما أعرفش، أنا حاسس أن لك معزة خاصة يعني كده، عشان كده بسميك عزيزة. الرجل هذا الله يرحمه أذكر عنه أشياء بسيطة، لأنه كان رجل بسيط مرة بسيط. كان إنسان عنده الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، وشغله يجي من شغله يصلي. أتذكر دائما قفلة الباب مع الفجر.